السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم نتحدث فيه عن سعد زغلول وما أثير حوله في مذكراته عن إدمان القمار. سعد زغلول وإدمان القمار وجه آخر كشف عنه زعيم الأمة في مذكراته. قبل البدء في الفيديو أرجو الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. حالة من الجدل تسبب فيها سعد زغلول بسبب ما كشفت عنه مذكراته الشخصية واعترافه بإدمانه على لعب القمار. أولى هذه الحالات كانت في عام 2014 مع صدور رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، والمرة الثانية في عام 2017 حينما تحدث الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث خلال استضافته في أحد البرامج الفضائية المصرية عن اعتراف زعيم الأمة بهذه التفاصيل التي صدمت فئة كبيرة من محبيه، وكان هذا الكشف بالنسبة لهم بجرح أو محاولة لتشويه صورة زعيم يعد من أشهر الزعماء المصريين في التاريخ. وعلى الرغم من الهجوم الذي تعرض له أحمد مراد خلال توقيع رواية 1919 في عام 2014 والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية وتأكيده على أنه لم يأتي بجديد أو يعتمد على شائعة يسعى لمحاولة تشويه صورة زعيم الأمة المصرية، وأن سعد زغلول اعترف بحبه وإدمانه للعب القمار في مذكراته، إلا أن الجدل عاد مرة ثانية للحديث حينما كانت الدكتور عاصم الدسوقي ضيفا في برنامج 90 دقيقة في عام 2017 مع الإعلامي محمد الباز، وكشف أن زعيم الأمة كتب ذلك في مذكراته من باب الترويح عن النفس ظنا منه أن هذه المذكرات لن يقرأها أحد في ذلك الوقت. وبالعودة إلى مذكرات سعد زغلول فسوف نجد جملة في غاية الأهمية وهي: ويل لي من الذين يطالعون من بعد هذه المذكرات. تلك الجملة التي ذكرها زعيم الأمة في الكراسة رقم 28 وفي صفحة 1581، والتي تعد بمثابة عملة ذات وجهين. الأول وهو حال التنبؤ التي شعر بها سعد زغلول من هول الصدمة التي سوف يشعر بها من يقرأ، والوجه الثاني وهو التحذير الشديد الذي يدفع القارئ لأن يزيل عن عينيه تلك الهالة التي نصنعها حول شخصيات ورموز أثروا في تاريخنا وتناسينا أنهم بشر يخطئون ويصيبون قبل كل شيء. وفي مذكرات سعد زغلول التي حققها الدكتور عبد العظيم رمضان أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة المنوفية وصدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، سوف يندهش القارئ لما تضمنه من العديد حول آراء زعيم الأمة ناهيك عن اعترافه بإدمانه لعب القمار. صفحة 334 5 إبريل 1917، قال سعد زغلول: كنت قد خسرت منذ فترة مبلغ كبير من المال في لعب القمار، ولكن منذ 4 أبريل 1917 قررت ألا أعود للعب مرة أخرى، فكل ما كسبته خسرته في اللعب، لذا كان قراري بألا ألمس أوراق اللعب مرة أخرى، فلعب القمار هو للأسف بداية كل رذيلة، وكنت اعتقدت في البداية أنني لن أتركه أبدا. وقال أيضا: وإما دار بخلدي أن أقصد فيه عظمته إذ فاتحني فيها فاتح عاطف به بأن أقول له إن الضرورة هي التي ألجأتني إلى هذه الرذيلة، فإذا شئت إنقاذي منها تفضلت بتسليفي ذلك المبلغ، ولعنة الله علي إذ عدت إلى مائدة اللعب، فإن تعطف وأحظى أسرتي بهذا الإحسان ووفيته حقه في أقرب زمان. وفي يوم أول أغسطس سنة 1916 في ليلة 30 رمضان وأنا على سرير النوم أتفكر في حالتي المالية وعسرها، خطر ببالي أن أعمل شيئا أكسب منه ما ييسرها، وكنت علمت أن مدة حسن صبري في الأوقاف قاربت الانتهاء، وأنه بعد أن أخذت مسألة استعفائه تردد بين الإيجاب والسلب، تقرر عدم التجديد، فقلت: ما الذي يكون إذا عرضت نفسي لها بشرط أن تعلو مكانتها، إلى آخر الكلام. تتكون مذكرات سعد زغلول الموجودة في دار الوثائق القومية من 53 كراسة، وهي مرقمة من 1 إلى 3008 فيما عدا الكراسة الأخيرة التي لم ترقم وعدد صفحاتها، ومعنى ذلك أن عدد صفحات هذه المذكرات هو 3818،
فقد بدأ سعد زغلول محاولاته في كتابة مذكراته في 18 أكتوبر 1897، ولم تكن مذكرات بالمعنى المتواضع عليه، وإنما كانت ملخصات قضايا عرضت أثناء كان قاضيا بجلسات من 18 أكتوبر 1897 إلى 13 ديسمبر من نفس العام. ومما يرد في مقدمة الدكتور عبد العظيم رمضان لمذكرات سعد زغلول إشارته إلى ما جاء في الكراسة 26، والتي تتضمن صفحات مؤلمة سطر فيها زعيم الأمة معاناته القاسية بسبب سقوطه في رذيلة لعب الورق القمار، حتى تمكن من الإقلاع عنه بعدما أكل الإدمان الأخضر واليابس. إن أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا علينا بالإعجاب والتعليقات والاشتراك في القناة حتى نأتيكم بكل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.